التوقعات بالنسبه ولكن تقديرا المداخل وما فقط سجلنا فقط اجمالي محدد الاهداف الدوليه المدرسه الكتريكال وكذلك كانت الماده 170 او 70 قانون متعلق بالعمالة والاقاليم رقم 14112 تشريع اعداد الميزانيه الاقليميه الاساسيه لرصد السنه الماليه 2023 وسعيد حسن تدبير المواد الماليه لترشيد النقاط مع حفاظ الكروت البنيه والميزانيه ومحل مستوى الخدمات وبالتوفيق لوزاره الاستثنائيه ضاحكه ومدى اجاره سلبيه على ميزانيه الجامعه. ترابيع مثل ميزانيه المجلس التعليمي الاساسي خاصه وقد بلغت تقديرات مجموع مداخل الجزء الاول من الميزانيه 21 مليون درهم تمت كان مداخل ذاتية 4 مليون و800 درهم بنسبة 13.47% ومساعدة الدولة المتحدة بإحسان ميزانية المدينة لمنتوج الطريقة بقيمة مضافة بمبلغ 17,700,000,776 درهم بنسبة 21% حيث تم تسجيل تراجع في الماضي من خط الضربي 44.53% مقارنة مع حساب التصرفات السنة المالية 2022 والتي بلغت 31,951,076 درهم. المداخل التي تنخفض وتخرج بها الدوله وهو يستغنى عنها رسم الكره الجيد الغدويه رسم الكره الخضراء في السياقه رسم على السياره الخاضعه لفحص التقديم منتوج هو الاول من الخزينه مداخل طريقه مختلفه والتي تم اعتمادها على تقديراتها دور الاستخلاصات الفعليه رسم سنتين المصادقين 2020 والى غايه التي شدت 2020 من اربع اعتبار الطيات الجديده والواقع واستحضار صدقيه في تقدير في ظل دخول قانون رقم 27 المغير والمتبني للقانون رقم 47/2006 المتعلق بجمعيه الجماعات الترابيه هي السلفيه. مساعدات الدوله امام باقيه الموارد الذاتيه فان الميزانيه الاقليميه تعتمد بالاساس على حصه عام المنتوج الضريبي على القيمه المضافه بمبلغ 17,762.76 درهم والتي عرفت فرع بنسبه 44.59% مقارنه على السنه الماضيه وذلك رجع الى دقه المرحله الاقتصاديه التي صاحبها نقص حاد لموارد صندوق خصوصي الضريبي على القيمه المضافه. نفقات بلغت تقديرات الجزء الاول من ميزانيه 2023 56,601,318 درهم تم توزيعها بعد مناقشه التصرف السنوي بطرف اعضاء لجنه الميزانيه والشؤون الماليه المدرجه على الشكل التالي مجال الاداره العامه نفقات اشهر المجلس الاقليمي 2,208,800 درهم التي تسمت بنسبه 83% من مجموع النفقات المعتبره تقديم نفقات المجلس الاقليمي وتهم روج الخصوص تعويضا عن المسؤوليه والتنفر المهام داخل خارج المملكه والتشكيل خاص باعضاء وصائف الدخول في العام القادم. تسير مرتبي 16,721,676 درهم في جمله بنسبه 29,949 من مجموع النفقات وقد اصدع هذا الاهتمام بتقديم الدعوات والاجور الاولى للموظفين والمتعاقدين حول الاراضيين والتعويضات المسؤوليه المستحقه تجمع الزياده في الاجور مترتبه عن تقييم نظامي. فيما يخص تطورات الموظفين والشركات المجلس الاقليمي الاسفي والمنتسبين للميزانيه الاقليميه فقد عرف تغيير الرحله الداخليه عدد 3,840 بتاريخ 20/2021 خاص بإعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية المجلس الإقليمي لأسفي. بين هذا المجلس المصالح إدارة التراب على توسيط السير الأخرى الإدارة العامة 376,000 درهم التي تمثل نسبة 6.65. بدورك نأكد على هذا البيانات المرفق من المرافق المهمة ومن الاختصاصات المفروضة للمجلس الإقليمي ولكن كانت عندنا كاينة عوائق ديال تسيير هذا المرفق. أولا كنحاولوا ندير الرئيس العام هيكلوا هذا القطاع ونحاولوا ننظموا وفي نفس الوقت ان الطموح ديالنا بالنسبه للدعم ديالو انه يكون كبير. نتمنى اننا ما نصطدموش بالواقع المالي ديال المجلس الاقليمي في القراءه الثانيه ولكن الرغبه ديال السيدات والسادة اعضاء المجلس ان هذا المرفق انه اعطاه اهتمام كبير ويكون في واحد الصوره اللي نكونوا راضيين عليها كمسؤولين على الشان الاقليمي. اذا ما كانت شي ملاحظه ندوزو التصويت. موافقون بهذا الشيء اللي جاك باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.